اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، في هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة الشريفة، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا داعيا إلى هداك إلا أعنته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ومسلكا رشيدا وعملا حميدا ورأيا سديدا يا حي يا قيوم. اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين، واجعل ذلك في صحائف أعمالهم، وزدهم من الهدى والخير والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، وعافية لا تبقي أثرا، واجعلها عونا له على طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم رحمة من عندك تجمع بها صفوفنا وتهدي بها قلوبنا وتوحد بها كلمتنا وترد بها ألفتنا وتنصرنا فيها على أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وأعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العزة والكرامة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا المسلمين من النار
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أعنا على الموت وسكرته، اللهم أعنا على الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا ممن ينادى في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه السيئة والوزر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من رزق وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين ونصرة الإسلام في كل مكان، اللهم من علينا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعذهم من نزغات الشيطان الرجيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم لا تمكن فيه لليهود الغاصبين، اللهم دمر اليهود ومن شايعهم، والصليبيين ومن مالأهم، وسائر الملحدين والمفسدين. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وأفشل خططهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كل مكان، يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوب الدعاة إليك والعلماء وطلاب العلم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذهم من الفرقة والخلاف والهوى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم سددهم وأعنهم، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا للمسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين،
اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم وذخرا لبلادهم وأمتهم يا حي يا قيوم. اللهم أشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها، ووفقهم لما فيه غض أبصارهم وتحصين فروجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء، وقهن شر التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن يا أرحم الراحمين. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك، فإنا نرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الخائفون الوجلون، نحن البؤساء الفقراء الذليلون. فإلهنا وخالقنا ورازقنا نسألك اللهم أن تشملنا برحمتك وعفوك وعافيتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس هناك إله غيرك فيرجى. إلى من نشتكي وأنت الحليم القادر، وبمن نستنصر وأنت القاهر الناصر، وبمن نستغيث وأنت القاهر يا ذا الجلال والإكرام. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى هذا المكان المبارك من كل فج عميق، تركوا أعمالهم وأموالهم وأولادهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تعنهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة والشرك والشقاق وسوء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا، ولا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، إليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فتقبل دعاءنا ولا تطردنا ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما أشرق الضياء ولاح، وما تعاقب المساء والصباح. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه، وخلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه،
وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وأعز سلطانه وأقدمه وما أعظم لطفه وأرحمه سبحانه من إله حليم ما أعظم. صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى. له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى. وهو الذي أخرج المرعى وله المآل وإليه المنتهى. وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين. وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى. لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى. ويشرب من حوض النبي ويهنى. هذا جزاء من أحسن واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لهم فيها عذاب شديد لا يقوى. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى. لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى. لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى. فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى. فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى. ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى. وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى. وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى. لا يموت ولا يبلى. صدق الله العظيم الكبير المتعالي. صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدق الجبار الذي أرسل الجبال العوالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي. صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل. تنزه مولانا عن النقص والعلل. جبار قوي لا يكل ولا يمل. بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل. خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل. سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل.
صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد. لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد. سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم. صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام. وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين. يا رب العالمين سبحان الله الملك القدوس المطاع. سبحان الله عدد ما دعا لله داع. سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع. سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر. سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر. سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سلطانه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في جهنم سطوته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، ونحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه
وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرته زلاته وآثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم صبرهم على مصيبتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم إنا نلتمس عذرنا إليك فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، فهذا دعاؤنا لإخواننا. اللهم انصرهم على عدوهم ولا تحرمنا أجر جهادهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب الحاقدين، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم آية لغيرهم يا رب العالمين. اللهم احشرهم مع هامان وفرعون يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للطغاة والمجرمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اخرج الدعاة من سجون الطغاة والفراعنة يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ثبتنا إذا نزل بنا هادم اللذات وانقطعت الذنوب وبقيت الحسرات اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور إليك يا ربنا يومئذ النشور اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم نور قبورنا إذا أظلمت علينا القبور وفارقنا منازلنا والقصور يا رب العالمين اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فسترها يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا يوم وداع رمضان وأنت رب رمضان ورب الشهور كلها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلته في الجنان وعتقته من النيران يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستذكار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا هل في الوجود رب سواك فندعوه، أم في الملأ إله غيرك فنرجوه. إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ إليه وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستغفر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر. من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، من الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر، من الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر. يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وأن تدخلنا جناتك جنات النعيم. اللهم قصدناك بحاجاتنا وأنزلنا بك فقرنا وفاقاتنا، ورحمتك أوسع من ذنوبنا، فلا تردنا خائبين. يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. إلهنا ما أحلمك على من عصاك
وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجا إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطردته إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت رجاؤنا إذا انقطع الأمل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه حقك على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين فانظر برحمتك إلى هذا الجمع السعيد وتقبل منا ما عملناه في شهر مزيد وبلغ من خير الدنيا والآخرة ما نريد وعمر بالتوبة خراب قلوبنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا بديع السماوات والأرض يا جبار يا رزاق يا حنان يا منان يا ستار يا قهار يا قابض يا باسط يا رافع يا خافض يا معز يا مذل نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بشفاعته وأكرمنا بجواره وأكرمنا بالسلام عليه وأكرمنا بالجلوس بين يديه وأكرمنا بتقبيل يديه ولا تفرق بيننا وبينه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا عصيناك كثيرا وقصرنا في حقك كثيرا فارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة قبل أن يقول الشاب فينا وحسرته ويقول الشيخ الكبير وشيبته اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين اللهم أكرم العقيم من النساء وأكرم العقيم من الرجال اللهم أكرمهم بالذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين
وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم، ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم، وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك، وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا كفنونا، اللهم ارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وساروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا أبوابها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك علينا، وأنزل عفوك علينا، وأنزل نور صيامنا وقيامنا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نعوذ بك من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوي في نار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تجعلنا من أهلها ولا تجعلنا ممن يدخل فيها ولا ممن يعذب بعذابها ولا ممن يشرب من حميمها ولا من غسلينها ولا يأكل من زقومها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلها ساعة توبة، اللهم اجعلها ساعة رضا، اللهم اجعلها ساعة إجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أغث المسجد الأقصى، اللهم أغث المسجد الأقصى، اللهم أغث المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة ونحن آمنين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا بقوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم برحمتك أغثنا، اللهم برحمتك أغثنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد سهامهم. اللهم وسدد سهامهم. اللهم سدد رأيهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم آمن روعهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز.
اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل قبورهم في العراق، اللهم اجعل قبورهم في العراق، اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين، اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم، اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم، اللهم ويتموا أطفال المسلمين، اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم سلط عليهم عذابك وسخطك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين في كل مكان، بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته، برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعته، ودعاك فأجبته، وتوكل عليك فكفيته، واستنصرك فنصرته، واستجار بك فأجرته، واستغفرك فغفرت له، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا تسمع، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم،
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.